أما المرجئة فيقولون الإيمان هو في القلب فقط، تصديق بالقلب، والأعمال لا تدخل فيه. بعضهم يقول شرط كمال، وبعضهم يقول شرط وجوب، لكنها لا تدخل في حقيقته، لا تدخل في حقيقة الإيمان. إذا كان مصدقاً بقلبه فهذا مؤمن ولو لم يؤدي الأعمال، وهذا مذهب باطل، لأن المشركين كانوا يعترفون بقلوبهم بصحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أبوا أن ينطقوا بلا إله إلا الله، أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، وأبوا يصلوا ويصوموا ويزكوا ويحجوا. قال الله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك، أن هذا أنهم يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن منعهم الكبر أو الحسد أو الحمية لدينهم من أن يأتوا بلا إله إلا الله، وأن يصلوا ويصوموا ويزكوا ويحج. الحج يحجون، الحج يحجون ويعتمرون، وهو من البقايا الباقية من دين إبراهيم، لكن ليس عندهم غيره، ليس عندهم غيره، وهو مبني على الشرك. لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يلبون بالشرك. ولهذا لبى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فقال: لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نفى الشرك. هم يقولون لا فيه شريك، وهو ما يعبدونهم من دون الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وسايط بيننا وبين الله. هذا في الحج. أما الصلاة ما يصلون ولا يزكون ولا يصومون ولا يقولون لا إله إلا الله، وهم في قلوبهم يعتقدون أنه رسول الله، يصدقونه، فإنهم لا يكذبونك. اليهود والنصارى أيضا يصدقون أنه رسول الله، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. هم يعترفون أنه رسول الله بقلوبهم، لكن أبوا أن ينطقوا بألسنتهم، وأبوا أن يتبعوه، فلم يكن التصديق بالقلوب كافيا كما تقوله المرجئة. مذهب المرجئة مذهب باطل بلا شك، وليس هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان كما تقوله طائفة من المرجئة، وهم مرجئة الفقهاء، يقولون الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب ولو لم يعمل، يلغون العمل ولا يدخلون بالإيمان. جابوا اثنين وتركوا الثالث، الأشاعرة جابوا واحد وتركوا اثنين، مرجئة الفقهاء جابوا اثنين وتركوا الثالث وهو العمل. قالوا ليس بضروري العمل، هذا انه ينطق ويعتقد يكفي هذا، وهذا مذهب باطل ايضا. لا بد من الاعمال، والله دائما يقرن الايمان بالعمل. امنوا وعملوا الصالحات، ما قال امنوا فقط، امنوا وعملوا الصالحات، فلا يكون ايمان الا بعمل. فالإرجاء مذهب باطل بجميع أقسامه.